السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ان الانسان ربما اللي كيكون عنده واحد مرض في عينه، كاين بعض الاطفال الصغار كيكون عندهم واحد الاصفرار على مستوى العين، او عندهم بياض، او عندهم ربما عمش او دموع تسيل. وفي الثقافه الشعبيه الطبيه عند بعض الناس انه كيشوف واحد المراه مرضع وكتقوم بتقطير قطرات حليب على مستوى عينيه كيكون فيها البركه، كاين فيها البركه فعلا، وكيوقع نوع من الشفاء، لان ليس كل النساء هكذا، يعني صاحبه البركه. كاين هناك من اعطاهم الله بركه، رجال او نساء، اعطى الله البركه اما في يده، اما في لعابه، اما في بخاخه، اما هذه بركات يعطيها ربنا عز وجل لبعض خلقه، ولا ننكرها. ياما رايناها بام اعيننا، راينا اناس عندهم البركه كيكون الانسان محروق ويتفل في جلده، وسبحان الله العظيم ينبت الجلد من جديد بسرعة. هناك من عنده ربما بياض في عينيه، فكيجي إنسان بلسانه وكيلحس ديك العين وكيجر ديك الجلدة جلالة، كيجرها بقوة الله، يعني المنطق الطبي والعقلي يرفض هذا الكلام. ولكن رأيناه بأم أعيننا كثيرا، كم من أحد ربما قد يكسر عظمه أو مفصله وكيجي مول البركة، كيسخن شوية الماء وكيحاول ما أمكن بيده أن يعيد العظمة إلى مكانه بواحد السرعة وواحد القوة ويشفى المريض. هذه البركات. فإذا كان هذه السيدة أن عند الحليب في تديها كديروا في العين ديالها، ممكن تكون إن شاء الله شفاء بإذن الله. ولكن غير من باب التنبيه، هذا لا نسميه رضاع، لأن كاين اللي كيقطر الحليب في الأذن أو في العين ويصل إلى الحلق، لا نقول بأن هذه صارت ابنتنا أو أختنا في الرضاع، لأن الرضاع لابد أن يكون من الفم. هذا كيسموه العلماء الصعوط، الصعوط وهو الماء اللبن أو الحليب ديال المرأة المرضع الذي دخل إلى جوف الرضيع من عينيه أو أذنيه أو أنفه، يسمى الصعوط. هذا لا يسمى مانع من الزواج في الرضاع، لا يسمى أخوة أو بنوة في الرضاع، لأن الرضاع ما كان بالفم، أن يلتقم الرضيع التيدي بفمه ويمتصه خمس مصات مشبعات كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنبت اللحم وأنشز العظم. فأسأل الله تعالى أن يشافيها ويعافيها ويداويها، وأسأل الله تعالى أن ينزل علينا وعليكم من البركات. البركة موجودة أيها الأحبة الكرام، البركة اللي قلبه فيه مية واللي عنده الإيمان واليقين، الله تعالى كيفتح ليه البركات. لكن أبواب ديال البركات لا يراها أصحاب الماديات أو التحليل المادي الصرف، الذين ينظرون فقط إلى مسائل مادية وضعية بحتة. ربنا تكلم عن البركة في القرآن العظيم وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات بركات الأرض والسماء، وأن يغدق علينا من فضله ونعيمه. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.